مساء الخير واهلا وسهلا بجميع المشاهدين يلي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه اليوم من بي لايف. مهرجان بيروت الفني للافلام الوثائقيه بيروت ارت فيلم فيستيفال بنسخته الثانيه بينطلق هالاسبوع، وطبعا امام الناس فرصه مشاهده اعمال منوعه وجديده وتقدم حصريا. كل التفاصيل رح ناخذها سوا بفقره خاصه. الفنانة منال ملاط والاستعدادات على قدم وساق تحضيرا لحفل خاص سيقام في بيروت، ناخذ أكثر تفاصيل عن هالحدث خلال حلقتنا فخليكم معنا. Love yourself، انه نحب انفسنا بكل ايجابيه وانه كمان نحب الحياه بكل ايجابيه. طبعا رح ناخذ بعض هيك الخطوات وبعض النصائح العمليه بهالمجال بفقره خاصه، فكمان تابعونا. اما هلا الى مطبخ بي لايف لنشوف سوا شو محضر لنا الشيف. واليوم بضيافتنا الشيف رامي جعفر، اهلا وسهلا شيف. اهلا فيكي، اهلا في مصر. شو اليوم المنيو؟ اليوم عندنا ستيك بالاعشاب، رح يكون في مع بطاطا بيوريه بالزعفران. اوكي. ووصفه كثير شهيه وصحيه كمان. فبنصح مشاهدينا يتابعونا حتى يستفيدوا من هالوصفه الحلوه. طبعا عم نشوف المقادير كمان موجوده مباشره أكيد. على الهواء 100%. هيك لحتى لي ياخذوا اكثر فكره الناس، ورح نتابع معك خلال الحلقه كل الخطوات شيف، واكيد رح ندوق بالختام يلي حضرت لنا اياه. يعطيك الف عافيه. وانت كمان. وهلا لعند ساشا للمزيد من الاخبار وانا جاي. نانسي، بنبلش باخبارنا وخبريه كثير حلوه، بحيث رمى احد الاشخاص برساله كتبها ووضعها ضمن زجاجه بمياه البحر قبل 56 عام، وتوفي من اعوام لتتفاجأ بنته بعوده هالرساله إلى بعد ما قطعت اكثر من 4000 كيلومتر. وكافأت السيد الشخص اللي عثر على الرسالة بمبلغ 150 دولار حسب وصية والدها، وهو من ولاية الأمريكية وبيهتم بجمع القمامة البحرية من سنوات. يذكر أنه النص الأصلي للرسالة كان بيقول: أرسل هالرسالة من جديد إلى أوشن بوليفار 419 بهامبتون، واستلم 150 دولار من تينا. وقد صرحت البنت تينا أو الابنة تينا أنه هالرسالة شيء خاص بالنسبة لها، لأنها بتحمل جزء من ولدها والدتها وطفولتها أيضا. يعني شوف الزمن عن جد كيف لف ودار وصلت. واحد ما بيعرف نصيبه كيف عن جد. عن جد بيستاهل هالرجل يلي هيك طلعوا له هال 150 ألف دولار. بيستاهل 150 دولار. 150 دولار؟ ايه بس انه سلمها. 150 ألف. قبل ما الامير تشازي يحط لنا هيك شي رساله بالبحر بالخليج العربي وتوصل لعنا. طبعا الامير تشارلز بدا رحلته هلا هو وزوجته كاميلا، جوله ملكيه بتشمل ثلاث دول بالخليج العربي بدءا من عمان. ووصل الأمير تشارلز إلى مسقط، حيث كان باستقباله وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، وشارك الزوجين بسلسلة فعاليات ثقافية أثناء تواجدهم بعمان. كما التقوا كمان مع السلطان قابوس بن سعيد، وهن هلأ موجودين بالإمارات العربية المتحدة ومن بعدها إلى البحرين برحلة بتستغرق أسبوع. شو حلو. عن جد حلوة هالزيارة هيك قبل ما يجينا عنا. بالانتظار. سمعتنا. هيدي الرساله منا له. اما خبرنا التالي، وصل شاب جزائري كان عازما على اتمام رحله بدا قبل 6 أشهر من باريس الى مكه المكرمه الى دوله الكويت بانتظار حصوله على تاشيره الدخول الى الاراضي السعوديه لاداء العمره ومن ثم الحج، برحله قطع فيها الالاف الكيلومترات. وقال اسحاق انه سافر 6 أشهر من باريس بنيه توجه الى مكه المكرمه لاداء العمره والحج برحله اطلق عليها اسم سلام، قطع خلالها اكثر من 6000 كيلومتر مشيا على الاقدام مرورا ب 16 دوله. واضاف انه الرحله اللي استعان فيها بعربه اطفال لحمل امتعته امتلأت بالمفارقات والمواقف المختلفه واحيانا اسوه الطريق ومخاوف الوحده وعبور الجبال والوديان وحدود بعض البلدان المضطربه، لكنه اكد انه الرحله كانت بالنسبه لإله متعه للغايه او ممتعه للغايه، وانها جعلته يكتشف قدرته، مؤكدا انه ما استعان
فيها بأي جهة تمويلية ولا رعاة، وأن محض عمل فردي قرر القيام فيه. وأكيد هالشاب بانتظار بدء موسم منح تأشيرات العمرة للعبور إلى الأراضي السعودية من الكويت ليقطع نحو 2000 كيلومتر إلى مكة المكرمة. شو هالعزم والإصرار ليوصل لمبتغيه؟ وشو هالتحديات يلي بيكون مرق فيها والصعوبات يلي مرق فيها؟ لازم هيك يعمل له شي كتاب يخبرنا كيف كانت هالرحلة والإيجابية، يعني هالصعوبات كلها اعتبر رحلة متعة بالنسبة له. وإن شاء الله بتكون يا رب زيارة مقبولة، وتحياتنا لك. رح نضلنا بالسعودية كمان، وخبرنا هلأ عن توأمين اسمهم رائد وريان، وهن بالصف الخامس الابتدائي بيمارسوا مهنة الترويج لبيع 4 أنواع من الورود المنزلية عبر إنستغرام، وصار لهم تقريبا عم بيقوموا بهالخطوة من حوالي العام، وبيحققوا أرباح معقولة بظل وجود قائمة دورية من الزبائن والمتابعين لهم على الحساب. وأوضح رائد خلال مشاركة جناحهم بمهرجان الطفل بالرياض أنه هو وشقيقه بيشاركوا للمرة الرابعة بهالمهرجانات، ومعظم الزبائن بيزورون بالمعرض بناء على إعلانهم على إنستغرام لبيع المادة الداخلي والخارجي والحبق والنعناع ووسائل بامبو. وقال أنه أمهم بالبداية وخالتهم كانوا يساعدوهم، ولكن هلأ صار عندهم زباين بيطلبوهم وبيطلبوا ورودهم، وبيشيروا أنه شركتهم ما عندها أي موقع أو أي عنوان سوى على إنستغرام، فهي منا بحاجة إلى تراخيص أو إجراءات، وهالشي بيسهل لهم عملية هيك عملية الاحتكاك مباشرة مع الزباين. يعني شو هالأولاد هولي بالصف الخامس الابتدائي، إذا من هلأ وهيك اسم الله عليهم عن جد، تخيلي شو رح يكونوا. ونحن انا بقول اول الزبائن لهم، بس انا باخذ الحبق. الحبق؟ ايه حبق كثير. سأل بامبو مش رح اخذه، كل مره بيبس عندي، النعنع ممكن. بتعرفي نانسي لازم نتيح للاطفال هيك معارض كمان يشاركوا فيها ويعبروا اكثر عن قدراتهم، بتحسي بتنمي الشخصيه كمان بهالعمر، يكون هيك على علاقه مع الزبائن، كيفيه التصرف وغيرها، فحلو، حلوه هالمبادره. اما هلا رح نتوقف مع اول فاصل اعلان، مباشره بعد البريك بننطلق مواضيع حلقتنا، خليكم برفقنا. من كل قلبي أعرف الضحكة دربها غير دربي، دنيا ما حصلت منها غير تعبي، آخ قلبي صار لي هواية ما ضحك من كل قلبي أعرف الضحكة دربها غير دربي، دنيا ما حصلت منها غير تعبي، اي حكي ما صدق بيه انا بي الهم يكفي. اخ يا قلبي. يعني قديش هالمزيك بتعطي هيك بوزيتيف بوزيتيف انرجي، كيف اذا كنت ضيفنا كمان دغري معنا بالجو 100%. الاختصاصي بالجراحه التجميليه دكتور نادر صعب، اهلا وسهلا فيك بداية حلقتنا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا دكتور. دكتور اليوم بنحكي عن تقنيه جديده للتخلص من الشرايين الظاهره ان كان بالوجه او حتى بالجسم، شو هي هالتقنيه؟ مثل ما بتعرفي نحن عايشين بمناطق حارة، ويمكن كتير من الناس بيعانوا من الجلد الرقيقة يلي بتسمح لبعض الشرايين البسيطة أو الفاريكوزيتيز فين، وخاصة عند الأنف، أنه يكونوا ظاهرين أكثر. هالشي بيعطي انزعاج بالشكل وللجمال بيأثر عليه، لأنه بيصير ما بيعود فيه التوحيد للون. إضافة لهيك كثير منعاني من مشاكل يلي بيصيروا يظهروا على قفا اليدين مع تقدم السن، اكين علامات الشيخوخه. منعاني يمكن من نتوءات جلديه بتطلع بالبشره، منعاني من مشاكل بحول التم بهالجلد الرقيقه بتؤدي الى ظهور تجاعيد بسيطه،
بقى كل هالاشياء صار لها حلول، وحلول كثير سهله. اوكي، وكيف تشتغل تحديدا؟ طبعا نحن عنا بلاير هيك بركي لحتى لي تفسر لنا اكثر من وراء، وخصوصا انه الماشين عندها عده استعمالات. اوكي، هون شو عم نشوف؟ مثل ما بنعرف هيدي الاله هي الوان تيك، يلي بتشتغل على ازاله النتوءات اللحميه حتى من دون بنج، من دون الم بنقدر نتخلص منها ونستأصل كثير من اللحميات الموجوده بجسمنا بشكل جدا بسيط. يعني مانا بحاجه حتى نحط بنج على المكان يلي بدنا نقدر نستأصل منه هالاشياء. يعني ما في وجع ابدا ابدا من دون بنج، الانسان بيكون صاحي ما بحس بالالم، وبنقدر نشيلها ونتخلص منها كليا. مثل ما بنعرف كثير ناس حوالى العيون بيعانوا كمان من مشاكل وراثيه بالجلده. نعم. وهالشغله بتضل موجوده عندهم ما بيقدروا يتخلصوا منها. كثير من الناس بيلجأوا الى التقشير. نعم. او الى الحرق بالاسيد. لكن الحرق بالاسيد حوالى العين بيؤدي الى ظهور كلف وهايبر بيجمنتيشن وانزعاج بلون البشره، وما بقى نتخلص منه. اما مع الوان تيك يلي هي فعلا مثل السحر، مثل ما عم نشوف بنلاقي هالشرايين البسيطه بلحظه بتختفي كانه عم نمحيهم. يعني بقول انا يمكن هيدا مستقبل هالتطور بالجلد، يعني مثل هالليزيون او هالتوالير اللي بنشوفهم بوقت كثير قصير مع هالليزر يلي هو جديد يلي هو الوان تيك، نقدر نتخلص من كل هالمشاكل. وما بيشكوا اي اثر أبداً. او ندى بدكتور مثل ما عم نشوف أبداً. يعني بس احمرار بسيط يمكن بعد التقنيه، شيء بسيط. وحتى هيدا بيشتغل على الراديو فريكوينسي. يعني المشكله مثل ما عم نشوف كمان هون كل هالشرايين صغيره المتجمعه ولا الايمونجيوم نقدر شوي نقضي عليهم بثواني وما بيتركوا ولا اي اثر، وبنتخلص منهم للاخر. طيب دكتور، راديو فريكونسي هون شو بيكون دورهم؟ يعني شو بتعمل؟ شو بتفيد البشره هون بهيك حالة. ماشين وبهيك حاله؟ انه نتخلص من هالاشياء اللي موجوده على سطح البشره. اوكي. اكيد نتوءات لحميه. يعني نحن مثل ما كنا نعمل بالسابق كنا مثل هيك انواع لحميات كنا نلجا الى استئصال ونحطها. صح، مظبوط. رجع صار في ليزر، الليزر بيعتمد على الحرق ولا على تدويب الاشياء، بس معقول كمان يخلي تصبغات على لون البشر. اما هالتقنيه هيدي مثل ما عم نشوف نقدر يمكن نشيل طبقه سطحيه من البشره. نعم. كمان من دون ولا اي الم ولا اي وجع، وما بيترك حتى احمرار ولا احمرار حتى. ثاني نهار الصبح بنلاقي يمكن شويه سويلينج بسيط وبتنتهي الامور. يعني بقول يمكن هيدي من احدث الالات اللي انوجدت بعالم ال بس شيء فظيع. مثلا الشرايين هون بلمح البصر يعني دغري بيروحوا. هيدي من جلسه وحده دكتور سعد؟ بجلسه وحده وما بيرجعوا ابدا. طيب دكتور، هول الشرايين الحمر عن اي عمر ببلشوا يظهروا؟ يعني ممكن يكون عند الصبايا الصغار؟ يعني هون بتختلف من بشره الى اخرى. الناس اللي عندهم بشره بيضة ولا شقره هن عرضه انه تبين عندهم هالشرايين اكثر، وحتى على العمر اصغر. اضافه الى اطراف الانف بنلاقي كثير بيظهر الشرايين يلي بتزعج، لانه الجلد سميكه من الداخل، لكن من الخارج بتصير كثير رقيقه. وبنشوف الشرايين حتى على سطح الانف، لانه بما انه موجود العظم تحت الجلده بتصير الجلده رقيقه، بصيروا الشرايين يبينوا اكثر. كمان بنشوف بعض يمكن بقول انا تجمع الشرايين صغار ببينوا مثل نقطه الدم. هودي كلهم علاجهم صار جدا سهل مع تطور هالتقنيه اللي هي الوان تيك. اما المشكله الكبيره اللي بيعانوا منها السيدات غالبا هن قفا اليدين. يعني مثل ما بتعرفي يمكن انا تطورت بعالم علاج قفا اليدين
انه صرنا نتخلص من الشرايين الظاهره بخلال حقن مادي، وهالشيء بيؤدي الى عدم ظهور الشرايين بقفا اليدين. اما العنايه بالبشره كنا نلجا الى حقن مواد لاعطاء نضاره للبشره. لكن في عندنا التاش دو فييس او علامات الشيخوخه اللي بتظهر خاصه عند السيدات مثل التصبغات، بنلاقيهم متفرقات من علامات الشيخوخه يلي هن لونهم بيكون اغمق شوي. هون مع الوان تيك نقدر نشيلهم بسهوله، يعني بتطلع طبقه كثير بسيطه والسيده بتكون واعيه وما بتحس بشيء وبتقدر ترجع لعملها دغري. كله هيدا بفضل اليوني بولر راديو فريكوينسي يلي هي لاول مره بتستعمل بالجراحه التجميليه، ويلي يمكن رح تحل محل كثير من الجراحات اللي كنا نستعملها والله يلي هن البتيت شيرورجي ولا الجراحات البسيطه. طيب دكتور، هالشرايين الحمراء اللي ذكرتهم امرار بنشوفهم يمكن احيانا على القدم، بيشبهوا الدوالي شوي، ممكن من خلال هالتقنيه نقدر نزيلهم ولا لا؟ شيء مختلف كليا. كل ما هن كثير سطحيات وسوبرفيشال بنقدر نتخلص منهم بالوان تيك. اما اذا كانوا شوي اغمق في عندنا حقن المواد يلي بتؤدي الى تجميد الدم فيهم وبينتهوا، واذا كانوا بعد اغمق وديب وبيكونوا يمكن الديامتر تبعهم اوسع، هو اللي بيؤدوا الى الام والالم بيكون فعلا قاسي وموجع عند السيدات، خاصه وقت ما بيكونوا واقفين بنحس انه الرجلين صار في ورم، خاصه بفصل الصيف بنحس بحريق بالرجلين. هون بنلجا الى العلاج الليزر لحرق هالدوالي يلي هن عم بيسببوا هالورم والالام بالارجل. بتختلف علاج الفاريس بين بين انواع، يعني في عندنا الفاريكوزيتيز فين، في عندنا الاشياء البسيطه اللي كثير سطحيه، وفي عندنا الاشياء اللي بتكون عميقه. عندنا اتصال من قطر. مساء الخير. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، مين معي؟ معك وليد السمور من الدوحه. اهلا وسهلا فيك وليد، تفضل. حابب تستفسر شيء من الدكتور؟ اي والله بدي اساله السؤال للحكيم. يلا تفضل. تفضل وليد. دكتور مساء الخير. هلا، يعطيك الف عافيه وميرسي على هالبرنامج الحلو. ثانك يو. اهلا وسهلا. بس سؤال عندي انا، تاتش، شفت حضرتك وانت عم بتساوي بالعمليات وعم بتصور، في عندي تاتش شوي سوداء تحت عيني، انا بطلع على التلفزيون، انا مراسل صحفي بتلفزيون البي ان سبورت. نعم. وكثير قالوا لي لو تشوف لك حكيم جلديه يشيل لك اياها، هي تاتش سوداء صغيره بس لما وجهي صار ينطح كبرت شوي. اذا في علاج لها بدها عمليه، شو برايك؟ كيف لازم اتواصل مع حضرتك؟ اكيد بعتقد افضل شيء لها هو علاج الوان تيك، بيسوى نعمل لها جراحه، لكن بما انها بمقربه من العين بنخاف على طول انه يفتح الجفن تبع العين. كرمال هيك العلاج ما لازم يكون جراحي، وهون اكيد بتختلف بين شخص واخر كيف نقدر نعالج الامور تبع تبع المشكله يلي موجوده. انا موجود او ببيروت او بدبي غالبا، ورقمك الخاص اكيد بياخذوا من فريق العمل أكيد تحت الهواء ليتواصل، وهيك بقدر يمكن ارشدك على الحل اللازم، على الحل الانسب. هيك الانسب. دكتور شو بعد في هيك اشياء نضيفها كمان على اوكي، انا كان في عندي سؤال تذكرتك فجاه. اذا شلناهم ممكن يرجعوا يظهروا؟ لا، بعد فتره مثلا. الشرايين مبدئيا علاجهم بيكون لمره واحده، اوكي، وهيك وقت ما نحن بنسكر الشرايين ما بيعودوا يفتحوا ولا بيعودوا يصير لهم دم، وبنرتاح من هالمشاكل، اكين تجميليه او اكين يمكن بتعطي شيخوخة للبشرة قبل عمرها. والهدف من هالشي هو rejuvenation of the skin. قديش بنقدر نخليها شابة مع تقدم السن يلي عم نمرق فيه. بالنهاية أنا بقول مهم نكبر بشكل مرتب. الوان تيك يمكن هو تطور جديد بعالم الجراحة التجميلية، والسر العجيب فيه إنه منقدر حتى نستأصل أشياء لحمية والمريض ما بيحس بأي ألم. نعم. هيدا هو يمكن التفوق
اللي كان بهالتقنية. نعم. وعدم وجود أثار من بعد إجراء هيك نوع من العملية البسيطة. وأكيد تقنية الوانتك دكتور بدها طبيب متخصص بالجراحة التجميلية، يعني على الرغم من بساطتها مثل ما عم نشوف، ولكن خطيرة وممكن تترك أثر على الوجه أو على الجسم إذا ما طبعت على أيدي متخصصين. أكيد بالنهاية بقول كل شيء بعالم بالعالم في له الناس البروفيشنال تبعه، لأنه أكيد تقدر تفيد الإنسان كما وأنه بتقدر تضره إذا وجدت بأيدي ناس غير كفؤين. بقول أنا حتى البوتوكس اللي هو من أسهل الأمور، حقنا البوتوكس وين نحن وكيف نحن أي مواد نستعمل تختلف من شخص لآخر، وهون بيلعب دور كتير مهم النتيجة اللي بنحصل عليها. نعم. بناخذ اتصال من العراق. بتعطي اشارات بكون عم يحكي الدكتور بأشر له بيدي انه الو. لو نطر المشاهدين. مريم مساء الخير. الو مرحبا. اهلا وسهلا مريم حبيبتي، انا بس اريد احكي معك دكتور نادر. يلا عم بسمعك. كيفك دكتور؟ هلا هلا مريم. صوتها شوي مريم بليز لو سمحتي. دكتور اريد اسالك سؤال. أنا قبل فترة، قبل بالضبط أربع شهور سويت عملية كمان ببيروت، بس هاي العملية بنبروكيت أو هالشكل شيء صار لها 4 أشهر ما كانت تسكر العملية، يعني كل مرة يخيطون إياها وما بدك تسكر وترجع تنفتح. مريم مش واضح أبدا شو عم بتقولي لنا، بدك تعلي صوتك بليز. هسا بتسمعوني زين؟ هلا عم نسمعك. العملية شو اللي قمت فيها من 4 أشهر؟ أنا سويت عملية البروكيت. ما عم بقدر ما عم نسمع مزبوط. عدو. عملية شو مريم؟ عملية يعني إنه تجميلية تكبير الأرداف. تكبير الأرداف. عملية الأرداف. أوكي. شو المشكل؟ خليت انه بروتيز، هاي قبل 4 أشهر قالوا لها انه بروتيز، بس الى هسه انه ما بدها تتسكر، كل ما بخيطوا لي اياها ما بتتسكر وترجع تنفتح. اوكي. وهيدي عملية الارداف وتكبيرها بحشوات السيليكون هي عملية غير ناجحة، او اذا بدك نجاح نسبة نجاحها كثير ضئيلة. كرمال هيك عند وضع حشوات السيليكونية بالارداف لازم نخلي ال يلي بيشفط الماي يلي هو درين، لانه وقت ما بنحط الحشوه السيليكونيه بالمؤخره بصير في عنا افرازات مائيه قد تستمر الى اسبوع اسبوعين او اكثر. كرمال هيك يمكن عند حضرتك شيلوا هالدرين ولا هالدرنج بوقت قليل، لكن بعد في افرازات مائيه كرمال هيك عم يرجع يفتح الندبه ولا الجرح. اوكي. يلي بنصحك حياتي انك ترجعي تحطي الدرين عند الطبيب ويخليه لفتره اطول، اذا كان بعد وضع اذا كان وضع الحشوات بعد بيسمح، لانه الحشوات اذا تعرضوا لاي انفكشن ممنوع بقى نخليهم بجسم الانسان، لازم نشيلهم وتقعدي بلا الحشوات لفتره 6 أشهر اذا ما تعرضوا لالتهابات. لانه اي جسم غريب بيكون بجسم الانسان وبيلقط انفكشن ولا اي بكتيريا، اعتبري انه ما بقى لازم نخليه بالجسم ولازم نستأصله، وهيدا السبب يلي عم يمنع هالندبه من انه تلتحم عندي. ثانك يو دكتور. وبناخذ هلا اخر اتصال. مساء الخير. الو مرحبا. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك هلا. بدك تعلي صوتك بليز. معك هلا. هلا اهلا وسهلا فيك، تفضلي يا هلا. شو حابه تستفسري؟ بدي اسالك دكتور بليز اذا في حرق بصدر زوجي، هو بس حرق قديم. حرق قديم؟ نعم. ممكن بيتظبط يعني؟ ممكن ما بقى مبين بيطلع شعر محله؟ ممكن يروح من خلال هالماشين؟ بيساعده شوي بس حسب وين الحرق، لانه العلاجات تبع الحرقات بتختلف. مثل ما بتعرفي اكيد يمكن شرحوا لك بعض الاطباء، اذا كان مكان بيسمح انه ينحط تشوي اكسبندر لانه الحرقات بتكون الجلد كلها مكرنشه حياتي، بقى اذا بيسمح انه ينحط بالون بالمنطقه يلي الجلد فيها منيحه ومننفخ الجلد المنيحه على فتره شهر ونص، بنقدر
نستعيض بالجلد تبع الاحروقات من شيلة وبيكون عندنا صار جلد اضافي منيح بنستبدله بالجلد يلي منزوع من وراء الحرق. اما اذا كان حرق بسيط بنقدر نستعمل الوانتاك بتساعد الى حد ما. ثانك يو دكتور اكيد لكل هالنصايح وامتي رايحين على دبي؟ رايحين على دبي الجمعة والسبت ان الاراد موجود بدبي تروح وترجع بالسلامة واكيد نقعد بالمركز الجديد طبعا يلا ناطرين طبعا الف مبروك الافتتاحية ان الاراد بعد بشهر ديسمبر ان شاء الله ان الاراد حتكون اذا الاراد بنكون كلنا موجودين هنيك وبدنا نوعد المشاهدين كمان انه كل اسبوع رح ناخذ اتصالات ويلي كمان ما لحق اليوم انه يحكينا في كمان يكون هيك يبعث لك ايميل بعت لي ايميل واحكي لي راسلك على الايميل الخاص او يمكن اذا بحبوا على الموبايل ابلكيشن كل شيء موجود وواضح على اي موبايل ابلكيشن دكتور نادر صعب او على الايميل كمان. ثانك يو دكتور شكرا لك دكتور ميرسي فاصل اعلاني ومنتابع خليكم معنا مشاهدينا ودائما هيك بنسمع بتفكيرنا وبقلوبنا خليكم ايجابيين وحاولوا تفكروا بالامور اللي عم تعيشوها بكل ايجابيه ولكن كيف ممكن نطبق هذا الشيء؟ طبعا اليوم رح نستفيد اكثر مع ضيفنا المدرب على التفكير الايجابي والاهم من هيك الصديق العزيز والزميل اهلا وسهلا ميلاد حتشيت كيفك؟ اهلا وسهلا اشتقت لك ميلاد وانا كمان كثير 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 وكل مره بحسدهم وقت تكون على موجود دوره. وانا ما بكون موجوده بالحلقه لميت اهلا وسهلا هيك نورتنا عطينا ميلاد طبعا عطينا طاقه برنا عطينا عن جد وخاصه بهالفترات اللي عم نمرق فيها الايجابيه شغله كثير 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 حلوه نعم. ولكن هل من السهل انه نطبقها ونعيشها؟ بتعرف هي حلوه هلا ما فينا نقول انه في واحد في شخص 24 على 24 ايجابي بيكون في شيء غلط يعني حتى اليوم الخبراء بطلوا يحكوا كثير عن مشاعر سلبيه او مشاعر ايجابيه عم يغيروا حتى التسميه يعني بالانجلش ما بنقول نيجاتيف ايموشنز بنقول انبليزنت ايموشنز يعني هالمشاعر يلي بتزعجنا ازعاج بس انه ما لنا سلبيه لانه نحن بحاجه مرات نعيشها يعني تخيلوا مثلا نحن قاعدين بس لانه ايجابيين عم يحترق برات الاستوديو بس عم ضل قاعدين لا هيدا صعب كثير او مثلا ننسي يكون فات حرامي على بيتك عم يسرق لك بيتك بس لانك ايجابيه إيه؟ انه تفضل سرق اللي بدك اياه لازم تغضبي بقى الغضب القلق والخوف وحالات طبيعيه هلا الايجابيه لما بفهم هيدا الشيء بفهم انه انا مفروض اقطع بقلق وبخوف وبحزن لحتى هالفرح والايجابيه واللحظات الحلوه اعرف قيمتهم هلا وين بيصير القصه بتصير نانسي وساشا لما انا بعرف سير لاني بعرف قيمتهم وقديش هن بيقطعوا صغار اتكبش فيهم يعني مثلا اذا خليني اعتبر نانسي بنتك بدك تغمريها لانك بتعرفي انه هالغمره اختي صارت هلا من خلص عصبه لانك عارفه انه مثلا هاللحظه ما راح كثير او مثلا ساشا الاولاد الصغار بدي اغمرهم ما كثير حتطول بصير انا شو بعمل؟ بتكمش فيهم اكثر بستغل هالغمره اكثر بستغل اني اتنفس اكثر بستغل اني اقعد مع ناس حلوين اكثر بستغل اني روح على الطبيعه اكثر سو لاني بفهم انه هالمشاعر الايجابيه هي مشاعر مثل الشهب بتقطع كثير بسرعه بصير انا اعرف استفيد منها لقطها اكثر وجيبها على حياتي اكثر لخزنها اكثر بحياتي وتجيبها على حياتك يعني لازم تحب حالك تفكر مزبوط. بحالك هيدا عنوان ورشه العمل رح تصير نهايه الاسبوع حسب ما عرفنا ميلاد لاف يور سيلف ويك اند شو
هيدا ويك اند بنحط السله فيه على جنب، بنحط الناس اللي بنحبهم على جنب وبنطلع لنا يومين اتس مثل ما بيقولوا اتس مي مي تايم، يعني هيدا الوقت لإلي يومين لحتى انا عن جد ارجع شرج. اليوم الدراسات اثبتت انه انا حياتي مثل الخزان، اذا بشرج فيها طاقات ايجابيه بعوز هالطاقات بوقت يلي انا بحاجه لإلها، يعني بالاوقات الصعبه. صح. سو انا اذا كنت فاضي لما اذا حتصادفني حيالله مشكله ما رح اقدر اني اقدر يعني واجهها او خليها تقطع بطريقه سلبيه، فهذا الشيء بيصير معنا. يعني احنا مرات حدا بيقول لنا كلمه بنقبلها، نفس الكلمه قلنا اياها بوقت ثاني ما بنقبلها بنلاقي انه حالنا انفجرنا، ليش؟ لانه مش مشرجين. هودي اليومين هن يومين للتشريش، لحتى ارجع فيهم لحالي، اعرف كيف اتفاعل مع مشاعري، اعرف كيف افهم مشاعري، افهم حزني، افهم الماضي تبعي، اعرف ليش اجى هالماضي. ما في ماضي بيجي بحياتنا غير فور لسبب. صح. لسبب لنتعلم منه، اعرف انه انا طيب شو بتعلم؟ اتركه قل له الله معك، ثانك يو لكل الناس يمكن يلي اذيوني او سببوا لي ضرر او كانوا درس بحياتي، قل لهم ثانك يو لانه علمتوني هيدا الشيء وانطلق بحياتي لقدام. يعني شوقتنا كثير، شوقتنا هيك كمان بدنا نشوق كل المشاهدين طلعين. لنشوف ايه لازم هلا بدي اخذ معلومات اكثر واحد يعني اصدار سبت واحد وممنوع التليفون. طيب خلينا نشوف بس هيك الاعلان الترويجي ونرجع نتابع. ورا ظهرنا ونحن هلا شيء جديد. هلا انا حاسه حالي قويه وبقدر بعطي وشايفين اخذت نفس. ثانك يو. في شيء ربطني ما في شيء، يعني حاسه حالي في اركض في طير في. حلوين هاللحظات وكأنه ما في خجل، يعني بتحس هالسيدات او هالصبايا انه طلعوا ونسيوا عن جد كل شيء، يمكن نسيوا حالهم انه هيدا الشيء اللي كسروا شوي الخجل. لكن انا ساشا يعني من فتره بطلوا التدريبات اللي بيعملوهم هن برزنتيشن، يعني نقعد لازم نحن نتفاعل، ونحن بعتمد كثير على هيدا النوع لانه بحس انه واحد يروح بس يسمع معلومه في ينساها بعد يومين وبعدين ساعه وساعتين وثلاثه وما بكفوا. بحس 100% يلي بيصير هو انه لا نحن بنتشارك القصص، بيصيروا اصحاب. لانه ليش؟ لانه شاركوا وجعهم وفرحهم وحسيت انه في حدا مثلا ساشا مقابيلي في يخبرها ليكي ساشا انا غلطت بالماضي غلطه وكنت ندمان عليها وهلا ام فاين ومرتاح منها، وتقول لي ساشا بتعرف انا كمان انا اي سبورت يو، انا ميلاد بحبك واي سبورت يو وبرافو عليك لانه انت طلعت من هالقصه او هالمشاعر اللي كانت عم تزعجك او هالحزن او 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 او. مساحه حره لحتى اقول شيء اللي بدي اياه بدون اي حدا ما يجي يعلم علي. ليش؟ لانه كلنا بنحزن وبنقلق وفي اشياء بنندم عليه وفي اشياء بنزعلنا وبنغلط وبنعتبر انه يمكن قلنا كلمه ما لازم كنا نقولها او نقلنا كلمه ما لازم كانت تنقال لنا. هيدي المساحه اللي عم بخلقها مع الناس هي اللي عم بتخليهم يكونوا عن جد مرتاحين، بيرقصوا بيغنوا بينبسطوا بيحسوا حالهم صاروا اخف، لانه يعني احنا بنقولها بلغتنا اللبنانيه بنقول حمل وشلته عن كتافي. هو مزبوط لانه كل الماضي هو حمل حاطينه على كتافنا لدرجه بنحس حالنا انحنينا. سو لما انا بقبعه برجع بقول نعم للحياه انه انا بستاهل حب حالي، بستاهل حب افكاري، بستاهل حب مشاعري. مشاعري بقبلها مثل ما هي وانا مني بحاجه لاكون بيرفكت لحب حالي.
حلو. وهيدي الشيء يلي بنتعلمه خلال هودي اليومين. طيب خبرنا هيك تفصيليا بهاليومين شو بيصير غير انه بيقعدوا بيتقربوا من بعض، شو بيصير؟ يعني لكل يوم عندك دقيقة هلا نعمل تقنيات العاب لنتحرر من الماضي، أوكي. العاب اللي عليها لنتحرر من ستريس، بقول لهم طلعوا معكم، بيطلعوا كل واحد معه الوسادة تبعوله لانه بصير نخبط تنطلع الستريس، بننط من صرخ انا بهالجبل يعني نمشي بالطبيعة، نمشي بنسأل أسئلة بنلاقيها بالطبيعة، وي فايند أنسر يعني بنلاقي أجوبة من خلال الطبيعة، بنعمل بنقعد ساعتين ثلاثة ما حدا بيحكي مع حدا لحتى عن جد نروق. في كثير تقنيات بنعملهم خلال هودي اليومين، بنعمل شاور، انا بسميه شاور اوف افيرميشن، يلي هو حمام الايجابيه، يلي هو تخيلي انت عم تسمعي كل الناس حواليك عم يحكوا عنك كلمات حلوه لحتى عن جد تحسي حالك انه خلص طرتي من الفرح. بقى في لحظات كثير حلوه ما بتنتسى بهالويك اند. طب وين خبرني وين هالويك اند؟ رح تكون بدهور الشوال، كل مره بدهور الشوال بدهور الشوال هيدا الويك اند سبت واحد احد مش جاي على الشغل اوف اصطفله. طب بلا تليفونات اكيد يعني بفضل انه لا، بيطلعوا كثير امهات لما بيكون عندهم اولاد مثلا صغار بصيروا يحاولوا كذا، اول ساعتين بقول لهم حاولوا ما تلقطوا التليفون، هن بخير مع بيهم مع ستهم مع جدهم بخير. لما بفوتوا بهيدا الاسلوب لانه كمان اني انا ما ضل عم بقلق، لما بيتعلم ما ضل يقلق لانه الام يلي ماسك التليفون وكل خمس دقائق بدها تشوف شو عم بيصير هلا عم طلعي بحالك بالبريك وين اكلوا ما اكلوا ستهم وجدهم they are fine يعني هن مبسوطين معهم او مع بيهم. هيدا الشيء لما بقله لعقلي انه هلا بدي وقف بقى اقلق، كون عم ساعد حالي لحتى كمان فوت الايجابيه. بس خلينا نقول يعني هون شفنا كله نساء، هيدي ورشه عمل صارت قبل بهيدي الفيرسيون كانوا نساء، كان بس في حتى الرجال كمان ممكن وجاي طالعين كابلز مزوجين كمان. طب يلا قومي لاطلع انا وياكي وبول والهوا لمين ونحن لمين لازم قالوا ليه في بيهتموا فيهم. طب ميلاد اكيد مثل ما حكينا على لاف يور سيلف كمان ورشات عمل قادمه عم تتحضر لها، عم نتابعك على كل حال على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت ناشط فيهم، يعني منيح في هالمواقع التواصل لنشوفك ونعرف اخبارك. كل التوفيق لاعمالك القادمه. ميرسي ميرسي شكليه. هيدا ديفيدي انا ما كنت هيدا ديفيدي هو ذا مومنت يلي نحن انا قدمت اول عرض تحفيزي على خشبه المسرح على لبنان، اذا بدكم ممكن اول مره بيتقدم شيء على المسرح وتقريبا حضروا شيء 1800 شخص. أوكي. اليوم هيدا ديفيدي صار بفيرجن على يعني هيدا العمل صار على دي في دي للناس يلي ما قدرت تحضر العمل صار على شو في شو بنلاقي من خلاله او شو المسرحيه عن الايجابيه بمشاركة عدد من الاختصاصيين والمشاهير عم بحكي فيها عن السعادة عن الفرح عن أهم لحظات بحياتهم. أنا جمعت 25 شخص وسألتهم لو بقالكم لحظة واحدة بحياتكم شو بتعملوا، رح نشوف أجوبة بتصدم، رح نشوف مشاعر حلوة عن السعادة وعن الفرح، ورح ننتبه قديش في لحظات بتقطع بحياتنا لازم نستغلها ونعيشها. هلو. شكرا لك يا ميلاد وانبسطنا فيك وأنا كمان. عن جد اليوم بحلقتنا أهلا وسهلا. اما هلا رح ننتقل لتقرير خاص عن حدث جرى ببيروت وتحديدا بالسيتي سنتر، اسبوع من عروض ازياء مباشره لمصممين بريطانيين قدموا احدث اعمالهم بعالم الموضه، منتابع الريبورت ومنلاقيكم بعد الفاصل. اطلق مركز سيتي سنتر بيروت نسخه جديده من اسبوع الموضه مع عرض ازياء حصري لبي اي 5H وفيلزوار مصممي الأزياء ذات الشهرة العالمية. اليوم الانطلاقة كتير خصوصية ومميزة لأنه اليوم عندنا ديزاينرز انترناشونال ديزاينرز جايين دايركتلي من لندن تيفتحوا معنا هالفاشن شو بنسخته الخامسة بسيتي سنتر بيروت، ولأول مرة بلبنان واكسكلوسيفلي بسيتي سنتر عم بيكون في شو عم يحكي مع الأوربن ديزاينرز، وهيدا لأول مرة عم بتصير بلبنان. Formula One inspired collection. What I've tried to do, I've tried to bring the luxury and urban style together. That's the description of my collection. نجيب لندن بيست ديزاينرز من برا يجوا يشوفوا السوق اللبناني، الماركت اللبناني، المراه اللبنانيه، الذوق اللبناني، يعرفوا انه يمكن هون كمان في بوتنشل يفتحوا محلات لهم، يصير عندهم ريبرزنتيشن ببلدنا، على كل الاصعده هذا الشيء حلو. انا بالنهايه اي ام ا هوست وهي شغله بعشقها وبحبها كثير واشتغلت كثير عليها، ان كان من بعد ذا فويس او ان كان من بعد عده ايفنتس قدمتهم. We
experimented with a wide range of fabrics, textures, patterns, colors. So there's something for, you know, for every part of the wardrobe. For inspiration, we take it from many different realms. It could be travel, it could be landscape, architecture. A lot of the people we work with, a lot of the cultures, I mean, especially in Lebanon, it's a very diverse creative scene. I mean, there's a real heart and hunger for it to be eccentric, to be cool, and to create something new and extravagant. حلو انه مصممين اجانب وبريتش عم يعرضوا عنا، معناتها نحن صرنا نعتبر بلاتفورم مهم بالنسبه للماركت تبعيتهم. وبفتكر انه المراه الشرقيه هي من اكثر النسوان المزوقه يلي بتعرف تلبس بالعالم، ولما هن they create something they created for us، ونحن من اوائل العالم نعتبر يلي بنتبع الموضه وبنمشيها. So it's very important انه ينطلقوا من عنا. مباشرة من لندن، المدينة التي أصبحت من أهم عواصم الموضة العالمية في تصدير المواهب الشابة، عرضت القطع المصممة يدوياً في لندن بحضور إعلامي مميز، واختتم الحدث بعرض حصري لتوم وولف مصمم الغذاء الشهير الذي أبهر الموجودين بنهجه الجديد والفريد من نوعه في تقديم المأكولات. Well, I've been working with so many fashion designers for the past 15 years. I just created my own collection, wearable trays, and I'm working with top brands like Valsvar and having a lot of fun. نحن اليوم كسيدي ساندو بيروت، بما انه نحن وجهه تسوق وترفيه ووجهه كمان عائليه لكل المواطنين، اليوم نتعاطى بالفاشن ونكون ات ذا اتش تبع الفاشن، ونقدر نحن نطلق الموضه ودائما الموضه جديده والاوتفيت جديد، هن وحده من المهمات الاساسيه تبعنا. Surprisingly, usually I travel everywhere, so I'm so happy to be here. I'm sure I got a lot of inspiration for my next collection here. بالنسبة إلي بتعرف كل شيء بلبنان بينعمل بده يمكن هيك شوية هيك إضاءة زيادة أكثر، أو نحن شو فينا نقدم له زيادة أكثر ما بنقصر فيه، فأكيد تعاون بيني وبين بيروت سيتي سنتر هو تعاون إيجابي، لأنا إذا بدك سلط الضوء أكثر على هالإيفنت، وهالإيفنت هو ناجح من أساسه، فكان هيك علاقة متكاملة مع بعض. انطلاقته اليوم كان مضبوط للفي اي بي وانترناشونال ديزاينرز، بس الهدف الاساسي منه انه على ثلاث ايام الجايين كل يوم على الساعه 6 عندنا 70 براند اللي هن 70 ريتيلرز فاتحين بسيتي سنتر، رح يفرجوا الاوتفيت تبعهم تبع هذا الموسم بسيتي سنتر بيروت على مدى ثلاث ايام. Dasha Pashevkina. I'm a designer of PFMH. Watch me on LBC Be Live Show. نحن مسؤولية اجتماعية تجاه هذا البلد اللي نحن هلا وي ار اوبريتنج بقلبه، ونحن مسؤوليتنا نحن نساعد هالريتيلرز، نحن هالشركاء تبعنا، ونطلق كل هالموضة ونساعدهم لبيعوا. اليوم مسؤوليتنا الأساسية هي إنه نطور مفهوم الريتيل كمان بلبنان، ونساعد لنجيب كل هالانترناشونال ستاندرز على البلد، هالشيء اللي بده يطور لبنان ويحطه بالمراكز العالمية اللي نحن نطمح لها. We love the Beirut people, very hospitable, very welcoming. Not once have we not felt, you know, uncomfortable. It's been great. We've had a really good stay so far. I came here 4 years ago with Roberto Cavalli, and I've been dreaming about coming back ever since. So here I am. Thank you for having me, Beirut, and I hope to see you again soon. Tala Timo, Be Live program on LBC. Baby, this is what you came for.
ابتداء من اليوم وحتى 20 نوفمبر بيروت على موعد مع النسخة الثانية من مهرجان بيروت الفني للأفلام الوثائقية. والبرنامج حافل بالنشاطات، بناخذ مزيد من التفاصيل مع مديرة المهرجان أليس مغبغب. أهلا وسهلا فيك أليس. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. يعني بلش التوتر أو بعد اليوم؟ لا هلا بلش العيد. النسخة الثانية مثل ما ذكرنا للمهرجان، يعني هي النسخة الأولى كانت موفقة، رجعتوا وعدتوا كمان. مزبوط، جينا سنة الماضي مثل هلأ عن بلال وعملنا مقابلة هون. من سنة الماضي للسنة كبر حجم المهرجان من 25 فيلم وثائقي عن الفن صرنا 52، من أسبوع صرنا لأسبوعين، من بيروت صرنا وصلنا عن نبطية وصور وصيدة وترابلوس. وان شاء الله السنه الجاي بعد على انتشار اكثر وتوسعوا اكثر. السينما تحاكي الفنون الجميله، قد ايه هالتوجه فينا نقول عم بيلاقي رواج عند الناس، او في نخبه معينه يمكن اللي عم تتحمس لهالنوع من الافلام؟ بفتكر كل الناس عم تتجاوب معنا، لانه في اقبال للفن على كل المستويات وكل مجالات الفن. اليوم الفيلم الوثائقي صار بيعبر وبيخبر عن الفن بشكل حلو كتير، يلي ما كنا قبل نقدر ناخده، لان الكاميرا تطورت، طريقة التصوير تطورت، التكنولوجيا تطورت. لكن اليوم دوكيومنتير صار، الفيلم الوثائقي صار عمل فني. كيف بقى اذا ورا هالعمل الفني في فن؟ صار الفيلم هو يلي غريب انه ما بيلتقوا بالسوق، ما بتلاقيهم، ما بتلاقيهم على التلفزيونات، بتلاقيهم بالمهرجانات. وهذا المهرجان فرصة لتشوفي فيلم يمكن تشوفيه مرة او مرتين، لانه رح فينا نعرض مرة باول اسبوع هلا اليوم بتبلش بالمتروبوليس امبير صوفيل بالاشرفية. الاسبوع الجاي اللي هو رح يكون خارج الاسوار اكسترا ميروس، رح نعرض الفلومي بجامعات، معظم جامعات بيروت، ورح نعرض بكافيه كولتوريل لجمعيه مارش بطرابلس، رح نعرض افلام بصيدا بمتحف الصابون الاسبوع الجاي من 16 ل 20 الثاني، ورح نعرض بسينما ستارز بالنبطيه يلي فتح من جديد بالصيف، رح نعرض بمسرح اسطنبولي بسور كمان. طب هالمحطات ببعض المناطق بلبنان شو الهدف من وراها؟ انه يعني نخبي اكثر من الجمهور او من الناس، يصير يعني عم بتتيحوا الفرصه ليتابعوا ويشوفوا هالافلام الوثائقيه، هيدا كان الهدف؟ الهدف انه تجيبي الابداع والجمال لكل الناس. اليوم مرحله المتاحف خلصت، المتحف كان وبيجمع بيعمل لك معرض وبيجمع وبتروحي بتحضري المعرض بمتحف وخلاص. اليوم الطريقة اللي تطورت فيها السينما والتصوير، ما بقى فيك تحصري الفن بمكان واحد، صار لازم يتنقل يروح لكل المناطق. وبالاخر الفن لغة بتحكي لكل الحضارات، كل الثقافات، لكل البلاد، ما في لها حدود. إن حضرتي فيلم عن أم كلثوم، أي لغة كانت عم تحكي أم كلثوم، صوتها اللغة، صوتها واللحن والموسيقى اللغة، مش الكلمات بس اللي بتقولهم. لكن صار فيك تروحي أبعد عالصين، صار فينا نروح لحتى عالصين، ليش لا؟ طب أليس كمان في فسحة مهدية للجمال والثقافة، قديش كان هون عملية الاختيار صعبة؟ صعبة وبنفس الوقت فرح كبير كان، لأنه السنة المهرجان صاروا يعرفوه بالمجال السينما، صاروا المخرجين يبعثوا لنا فلومي، وأكيد أنه كمان اخترنا فلومي معظمهم جديد من 2015 و2016، قسم منهم ما انعرض ولا مرة بعد، لأول مرة بينعرضوا بلبنان. بنفس الوقت في عنا كمان احتفالات السنة، عم نحتفل ب 400 سنة لوفاة شكسبير. دونك اخترنا فيلم وثائقي كتير مهم عن أهم مسرحية لشكسبير اللي هي ريتشارد تروا من إخراج الباتشينو. هذا وثائقي من سنة 96. بهيديك الفترة
ما كان الفيلم الوثائقي بهم الناس بهمهم كثير، غير انه هلا صار في وعي عليه واهتمام كبير، في عليه اقبال كبير صار هلا هالسنه الفيلم. والمهرجان هل عم بيكون فسحه للمخرجين الجدد، خلينا نقول او الشباب كمان ليعرضوا افلامهم الوثائقيه، ولا لا محصوره باسماء معينه؟ محصوره بالفن، واكيد في مجال للمخرجين الجداد طبعا، بس نحن المهرجان منه مسابقه للمخرجين، بس هو معرض للفن، عيد كبير للثقافه وللفن عبر السينما. وهذا ما بيمنع انه نهتم بمخرجين شباب، وراح نعرض مثلا ثلاث افلام صار لميريال ابو روس ودنيز جبور يلي هن المخرجات اللبنانيات، ومن الويب سيري اسمها زيارة. كل ليلة بآخر عرض، أول العرض رح نعرض هالفلومة فيلم بكل مسرح عن بورتري عملوه عن ديزيبلد فنانين، كيف بتقولي ديزيبلد؟ عندهم احتياجات خاصة، ضمير الاحتياجات الخاصة. أكيد أليس، يعني هيك عم تدعموا كمان هالشباب والصبايا من خلال هالمهرجان، ولكن أنتم مين عم يدعمكم؟ نحن دامين سبونسر، عندنا سبونسر بنك ميد، وعندنا ميسان اللي هن داعمين المهرجان، روبير ماتا وأليكسي حبيب وفيليب حلو وعدة أشخاص داعمين ومولين المهرجان، وعندنا شركاء ثقافيين يلي هن السفاره الامريكيه بلبنان والسفاره البريطانيه، السفاره السويسرانيه، السفاره الايطاليه والاسبانيه والجوت انستيتوت ووزاره الثقافه طبعا. لكن هيدا المهرجان شغل تيم جروب كثير كبير، وعيد كثير كبير بعد ساعه بينطلق ان الله. موفقين ان شاء الله. ميرسي. أكيد موفقين بهالمهرجان، ومنشوفكم السنة الجاية بالنسخة الثالثة طبعاً، وإن شاء الله منشوفكم بعد بهالجمعة لازم أكيد، هيدا تحصيل حاصل. شكراً لك أليس. أما هلأ منروح إلى كيتشن بي لايف لنشوف الشيف رامي منصار بالتحضيرات. وين صرنا يا شيف؟ يلا صرنا جاهزين على الاخر، اللحمه بالفرن، اوكي، الخضره قليناها شوي مع شوي زيت زيتون، وحضرنا هيك طبق جنبي هو بريسكيتا عم نزينه، وفي عندنا الخضره كمان هون عملناها، والصوص على النار عم نشتغلها. الصوص بس كيف عملته؟ الصوص هي عباره عن مرقه لحمه، اوكي، فيها اعشاب متنوعه، حبق، شومر، بقدونس، كزبره، وزعتر بري، وفي معه جوز بقلبها كمان، وشوية كريم فريش. اوكي، يعني شيء كثير طيب كمان الجوز اكيد، وفيها بعض طعمه تحديه شوي صغيره، فينيك بدك زرس وبيجي حامض شوي طعمته. على كل حال عم نشوف المقادير هلا كمان على الهوا شاف، هيك لناخذ فكره اكثر، بتعرف اكيد نتأيد شوي ليطلع الطبق. هون تقريبا المقادير لكم شخص عم نشوفها؟ نحن لشخص هون، نحن لشخص حاطين. طيب واللحمه صارت جاهزه؟ اللحمه صارت بالفرن عندنا مبدئيا، عم نسطيها بالفرن. جريت، لكن رح ندوق شيء كثير طيب لحتى تاكلوها سخنه، ما بدنا نعملها قبل بوقت لحتى تضلها سخنه. شكرا لك شيف، رح ندوق باخر الحلقه. أكيد. شكرا، ميرسي لك. اما هلا اخر فاصل اعلاني ومنتابع بقيه اخر فقره خلينا نقول اليوم بحلقتنا، خليكم معنا. ومحطتنا الأخيرة فنية منضوي من خلالها على العمل الأول والمنتظر لفنانة عشقت الموسيقى وعطيت من قلبها لتوصل وتحقق الخطوة اللي عم تقوم فيها حاليا. أهلا وسهلا بمنال. منال أهلا وسهلا منال، كيفك؟ اشتقنا لك. ونحن بالأكثر اشتقنا لكم. تمام. خبرينا أول شيء كيف التحضيرات ومش عم ننام، كيف هالفترة عم تمرق كلها؟ الحمد لله سافا تو بيان، بس
كثير مبسوطة فاينلي هيدا العمل فاينلي هذا رح يبصر النور. تذكروا هيديك السنة كنت عم بقول لكم انه عم بحضر العمل وهيك ب 18 الشهر اذا الله راد قديش هيك مرقتي بصعوبات لوصلتي لهون؟ كثير يعني مش بس صعوبات بس انه بتعرفي الارتست بيوصل لمحل خلص بيقول هيدا الوقت المناسب بدي اعمل ماي ديبيوت كونسرت بقى شيء كثير حلو وشعور بعقد. وقد ايه فخوره بحالك منال لانه انت من الاشخاص يمكن سعيوا كثير ليوصلوا لهالخطوه وتلتقي مع جمهورك فقديش عم تنسى يعني بتوصل مرحله قد ايه بتتعبي بس بتنسي تعبك بتنسي تعبك لانه بتشوفي الحمد لله في كثير ناس عم تدعمك توقف حدك بالنهايه هيدا عمل جاي من القلب دائما كنت دائما اقول اول كونسرت قلي بدي يكون حوار مع الجمهور انديركت يعني من خلال الموسيقى اللي عم بقدمها خلال صوتي خلال هويتي الموسيقية صح. بس رح يكون في اغاني ولا ممكن هيك تعملي لك شي تويست هيك جنون تقدمي شي بدي انزعكم سيربريز بس هيك رح يكون في شوية برودواي اوكي انت بتتذكروا العمل هذيك السنة ون نايت اون برودواي حيكون في جست بيرفورمنس معي على المسرح اوكي سينجرز ميوزيشنز من لبنان وبرا لبنان حلو حيكون في رقص اوكي كم اغنيه رح تقدمي 16 غنيه هلا كل غنيه بتعني لي اكيد اثرت فيا بحياتي ان كان بالليركس بالكلام بمعنى الغنيه بالميلودي و يعني في كثير ناس بتعرف انه انا بغني كذا لغات وكذا ستايلز فحبيت كل غنيه بين هذا الشيء وكمان جامعة كل المواهب يعني ممثلة عارضة أزياء راقصة يمكن هذا الشيء ساعدك شوي بهالعمل اللي عم بتقدميه منال فينا نعتبره استعراضي نوعا ما ايه بس ما كثير بحب كلمة استعراضي لأنه كمان يعني إذا لاحظتوا سميته ديم ذا لايتس ديم ذا لايتس يعني شيء انتيم كوزي منه هالشو الكبير هلا أكيد يمكن حيكون في بارتي فيها شو مثل ما قلت لكم رقص بس ما بسميه استعراضي بسميه اونت انا بس هيك منال رح طب منال فينا نقول تركيز كله عم بيكون على الغناء بهالفتره هيدي مظبوط ما رح نشوفك بشي عمل تمثيلي ما عم بتفكري حطيت التمثيل شوي على جنب لكن ما حطيت التمثيل على جنب بس انه لانه صار لي فتره عم بحضر لهيدا الكونسرت فاكيد هلا كل الفوكس عليه بس اكيد حتشوفوني قريبا يعني بعمل ثاني في شيء هيك بلش سينما ولا مسلسل معقول اثنين معقول اثنين واو 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 طب قديش رح تكون مدة او يعني مدة هالعمل تقريبا ديم ذا لايتس ديم ذا لايتس دورز بيفتحوا على الساعة 8 8 ونص في اوبننج اكت سوينج سيسترز يلي بعتقد بتعرفون اجوا كذا مرة طبعا على البلاتو تقريبا حيغنوا شي ثلث ساعة بعدين ببلش الشو ديم ذا لايتس حيكون طوله تقريبا ساعة ونص بلا اونتراكت ف حيضل في قصص عم بتفتح بقى يعني عم تنامي بالليل؟ ابدا شو يعني نوم؟ اول ما وصلت قال عم يجعها حنكة جوا حنكة كلها على الريهرسلز عم بعمل هيك ايه بالريهرسلز حتى بس لازم لازم ضروري ورك هارد لازم لحتى توصلي للنتيجه اللي بدك اياها منال لفت انه عندك شركه انتاج خاصه كاتس برودكشن مزبوط شو اللي خليك تقومي بهالخطوه هيدي؟ كاتس برودكشن هي بلشت الفكره بال 2013 كنت بلندن عم بحضر باندز جاز باندز شابي جاز بارز وهيك قلت مش معقول هالمواهب تطير العقل رجعت قلت بلبنان في مواهب تغني اجنبي مش بس عربي كمان بتعقد وحرام ما تبين فطلعت بهالفكره قلت بدي اخلق شيء اسمه كاست برودكشن مثل بلاتفورم اوكي للتالنتس يجوا يعرضوا موهبتهم وكمان بدي اذكر شريكي كريستيان ابو عني اللي هو المخرج تبع ديم ذا لايتس بوجه له تحية تحيتنا له و كاست برودكشن كمان عم بتكون ان كولابوريشن مع ار ستارز مانجمنت ذا بالاس هن المانجمنت تبع ذا بالاس وكمان بدي وجه تحية لرانيا برغوت وثانك يو على كل شيء يلي هي البروديوسر تبع الشو بقى ايه كمان بالشو حيكون في جست بيرفورمنس من كاتس برودكشن السينجرز بتكون مثل منصه عرض يعني او بتسلط الضوء اكثر على هالمواهب على هالمواهب مضبوط حيكون مثل بوكي فيه كل شيء بيشبهني بيمثلني بيعني لي ان كان بالشو الاغاني او بالناس اللي حتكون موجوده معي على المسرح ف
ان شاء الله خير وان شاء الله كمان انتم تقدروا تكونوا موجودين. ما عم بتفكري هيك تغني بالعربي؟ اكيد بلا حيكون في كمان اغاني عربي بالشو. شو اخترتي بالعربي تغني؟ اول اغاني عملتهم الاوريجينالز لفيلم تلتيت كتابه كلود ابو حيدر والحان كمال سيقلي. اوكي حقدمهم كمان بالكونسرت على طريقتي بغير طريقه فيها طريقه الفيوجن بيسيكلي. طب على طريقتك يعني انت تدخلتي كمان بالاغاني كيف بدك تحوليهم شوي لشيء بيشبهك بيشبه قدرات صوتي، هل حدا ساعدك بهالموضوع؟ أكيد. منال استشرتي يمكن كمان اكيد فنانين؟ في الاغاني مثل ما هن في كفرز معروفين وفي الاوريجينلز. هلا الحلو انه كلهم عم نرجع نعملهم مثل ما قلتي على طريقتي، وعم بشتغل مع رافي مندليان يلي هو الميوزيكال ارينجر تبع الكونسرت، هو اللي عم بيكتب هو اللي عم بيوزع، والحلو انه بيعرفني بيعرف ماي تالنت وصرنا زمان نشتغل مع بعض فبيعرف بالضبط كيف بدي اقدم الاغاني حسب ستيل. حلو. طب مين هو الشخص هيك اللي بتطمحي انك تشتغلي معه وبتحسي بشوف شو عندك انت يعني ممكن يطلع احسن ما عندك؟ في كثير ناس يعني ما بقدر اعطيك اسم واحد، وخصوصا انا من النوع اللي كثير بحب الكولابوريشنز لانه بعتقد انه ضلك تتقدمي وتكتشفي حالك اكثر واكثر. في كثير اسامي ان كان على صعيد ما في حدا معين بركي موسيقي ملحن كاتب شيء ما بعرف فيك ما بخاف اقول اسم مش اقول لا اكيد لازم اقول هذاك الاسم لا كتار يعني كتار كتار في كتير ناس بحب دبلوماسيه ما بدها تعترف بدها اياهم يبينوا من الاول. طب منال بتحسي حالك اليوم عم تتوجه لفئه معينه من الناس اللي بتحب هالنوع من الفن يمكن اللي بتقدميه لانه يمكن انشهرتي بالفن الغربي اكثر من الشرقي؟ مزبوط، بس بنفس الوقت ما يعني انه ما غنيت عربي ما غنيت شرقي طرب اكيد لانه كثير بسمع بس هيدا منه ستيلي، مشان هيك برجع بقول كلمه فيوجن وهذا اللي عم بقدمه بالكونسرت. يعني اذا عم بغني عربي منه كيف بدي اقول لك اتس نيو جار عم جرب اعمله ستيل جديد نوع ستيل جديد وفي جمهور له يعني الناس اللي بس الجمهور يمكن محدود شوي بالنسبه لغير ما بعتقد حيكون محدود لانه عم بحكي بالنسبه لهيدي الحفله لانه حيكون في بغني بكذا لغه بكذا ستايلز يعني في جاز في بلوز في برودواي في اورينتال فيوجن سو بعتقد في كثير تنوع يعني في تنوع وبعتقد الناس بتحب هذا الشيء صحيح منه بس بيور جاز او لوين بتفكري توصلي شو على بالك هيك او يمكن الحلم اللي بدك توصلي له دبلوماسيه بس طموحي كبير اكيد بحلم اوصل للعالميه كان في اسافر لبرا وبلش من برا بس دائما بقول لهم لا بدي بلش من بلدي من لبنان اظهر لبرا برا وين يعني اي بلد بتفكري كل العالم اوروبا امريكا سافرت رحت بس بدي بلش من هون اكيد الدبيوت كونسرت تبعي كنت حابه يكون بلبنان بقى موفقه على كل حال ميرسي ثانك يو منال رح نسمع شيء منك هلا شيء هيك معلش تعبانه رح سمعكم مقطع زغطور كثير يلا من غنيه من الكونسرت اوكي The moment you walked in the joint I could see you were a man of distinction A real big spender Good looking, so refined So would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point I don't pop my cork for every man I see Hey big spender Spend a little time with me. حلو بتمثلي بصوتك حتى يعني بتحسي في هيك بنبرة صوتك كأنه عم بتمثلي يمكن كمان لأنك بتمثلي بتقدري تلعبي فيها شوي لأنه بالنسبة لإلي مثل ما أنا يعني اللي بحب أكون أرتست كومبليت يعني بكون على المسرح أوتوماتيك ما بيتحرك فيي صوتي التمثيل اللي فيه الرقص هاي الطريقة اللي بحب أعبر فيها وهذا اللي ساعدك كمان كتير منال وتميزتي يمكن بهذا الشيء أكتر رح ندعيك اليوم هيك ناكل مع بعض لقمتين يلا خلينا نقوم يا منال يلا
شو حلو حبيته فيه النفحة مثل ما قلت هيك للبرودواي يمكن هالعمل أثر فيك كتير أكيد أكيد أثر فيه وكريستيان أبو عمنا اللي عمل الفيديو كمان برجع بقول له ميرسي أكيد أثر فيه البرودواي يعني إتس إن إنفلونس وهذا الشيء ظاهر شاف شو عنا اليوم؟ اكتملت عنا موجود هلا عنا الأبيتايزر هيدي عملناها نحن من عنا بريسكيتا أفوكا نعم في بقلبها باذنجان وفي بقلبها حبق وافوكا اوكي وبندوره وفي عندنا المين كورس هو ستيك مشوي اكيد في مع بطاطا بيوريه مع الزعفران نعم ومع فطر كمان سوتي وتومات شيريز ومزينينها بشويه خرمه هي الصغيره وروزماري والبيوريه شو حطيت لها؟ البيوريه فيها زعفران وكريم فريش وشومر اوكي يعطيك ألف عافية شاف شكرا لك أهلا وسهلا فيك منال بالختام بس نذكر التوقيت وين رح توي رح يكون هالعمل رح يكون بي ذا بالاس حمراء أرسكو كومبلكس الويب تفتح الساعة 8 وأول شو ببلش 8:30 فناطرتكم كلكم جمعة الجاي فندردي 18 بالبالاس لا ديم ذا لايت 8:00 ما تتأخروا كثير على الجمعة ثانك يو منال كل التوفيق لك وإن شاء الله بنشوفك قريبا ميرسي شكرا وكمان نتشكر كل المشاهدين شو يلي تبعنا أنا فهمت من عيونك أنت يلا روح يلا. انا يلا بنشوفكم بكره لكن اذا الله راد انا وياك ان شاء الله ما حدا بيعرف ممكن راح